بكم محبي قناه كريمه بكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. كما كتشوفوا اليوم ان شاء الله بريوات بالكفته والشعريه الصينيه، يعني اللحم المفروم. هنا ان شاء الله في المقادير كنحتاجو، انا عندي كيلو ديال الكفته، احتاجت فيها تقريبا واحد خمسة البصلات كبار، قطعتهم طريفات صغار كما كتشوفوا، شلطتهم كما تنقولوا، درت واحد الاناء يسخن، درت فيه شويه زيت العود ودرت فيه زيت المائده تهوايه، يعني على حسب الذوق، اللي مقلل الزيت يقلل. انا عندي كميه كبيره فلهذا سخيت شويه درت. المهم كما كتشوفوا هنا ملي سخن لي الزيت غادي نزيد عليه البصله، البصله من بعد. المهم هنا غادي نحط البصله كامله، غادي نرش واحد الرشه ديال الملح، ما نرش بزاف، غادي نحركها وغادي نخليها من بعد ما نغطيها نخليها تحمر ليا. غير هو خاصنا ما نساوش عليها البنات، يعني ما نساوهاش، انا كانت بدات تحرق ليا واحد شويه حفظني الله. المهم هنايا من بعد كنمشي كناخذ الزبده، كنقطع الكميه اللي نتوما البنات في المغرب على حسب البسطيله، يعني الورقه ديال البسطيله، انا عندي الورقه ديال البسطيله هنايا كتشرب لينا الزبده، ومع ذلك يعني راه ما درتش كميه كثيره، يعني ديروا كميه شويه قليله، واحد لقيت زدت الزبده ولكن ما كاش عليا نزيدها. المهم دوبتها خليتها تبرد، هنا رجعت حركت شويه، حركت ديك البصله ديالي خليتها تتهدت مزيان وطلقات، وعاودت غطيت عليها الشوره كانت تحرق ليا. هنا البنات زدت الثومه، واحد اربعه ريوس ديال الثومه، حركتها حتى هي مزيان. وهنا في هاد الوقيته هذه غادي ناخذ الكفته ديالي كما كتشوفوا، وغادي نزيدها على المقادير اللي قاسه كتشحر ليا، نزيد طريفات هكا ونحاول نخلطها، نزيد الملح، يعني هنا نديروا العطريه، ندير الملح، ندير تحميره حلوه، ندير سكينجبير، والمقادير ديال العطريه ولا ديال الزيت ولا على حسب داكشي اللي كتستعملوا في الدار وداكشي اللي في المتوال ديالكم وعلى حسب الذوق البنات. زدت البزار حتى هويا، غنحرك مزيان البنات، وغادي نغطي عليها ونخليها يعني عافيه تكون شويه متوسطه، يعني ما تكونش قويه بزاف. في هذا الاثناء هذا كناخذ الشعريه الصينيه اللي عندي، كنديرها في واحد الاناء، كنزيد عليها الماء طايب وكنخليها واحد خمسة دقائق، خمسة حتى 10 دقائق. من بعد كناخذ واحد المقص وكنقطع البنات، نقطع طريفات صغار وكنزيدها على داك الخليط وكنحرك. هنا كنت نسيت الصوج، لاصوص ديال الصوجة اللي هي مالحة صالي، كنزيد واحد المعلقة كبيرة درتها عليها وحركت ونخليها. كما كتشوفوا هنايا يعني راه خاصو تي يوكح ليا، ما يبقاش فيه يعني السائل الماء، ما يبقاش. الورقه اللي عندنا ديال البسطيله هي هذه، وانا راه في هذا الاثناء كنطويت، بقات ليا كميات صغيره وتفكرت بانني ما فيلميتش، يعني هنا باش نوريكم الطريقه ديال الطي ديالي البنات. هنا ناخذ الورقه غادي نقطعها على جوج كما كتشوفوا البنات هكايا. المهم شوفوا راه تود ليا المقص ديال الكوزينه، خديت المقص ديال الدراري، عندي جوج ثلاثه المقوسه ملي كنقلب عليهم ما تلقاهمش. هنا طويت الطويه كما كتشوفوا، طويت ديك الورقه على جوج، دهنتها بشويه الزبده. انا هنا ما كنعمرش الحشوه، كنطوي الورقه هي الاولى، هاد الطي ديالي انايا. المهم كنطوي الورقه هي الاولى هكا على جوج المرات، عاد فاش كنعمر باش كتجيني ساهله، عاد فاش كنعمر هانتوما كما كتشوفوا، يعني راه ماشي معكم شويه في هاد الطريقه هذه. هنا ملي كنعمر شوفوا الطريقه مزيان البنات، وراه غادي نعاودها عاوتاني مره اخرى باش تشوفوها، يعني الناس المبتدئات اولا. انا عندي هاد الورقه هذه يعني لفت السكسه بزاف بالزبده، ولا عمرتها وبقيت نور بديت نقاد فيها وما تقادتش ليا كتقطع، يعني صراحه يعني ماشي بحال. وجربت نصيب الوصفه ديال الورقه وما صدقتش ليا، جربت صاير مره، خاصني حتى شي نهار يكون عندي المزاج مزيان ونعاود نجربها. هانتوما شوفوا هنايا كنعاود نطوي من هنايا ونعاود نجيب هاد الورقه اللي طويت، تشوفوا يعني الصوره واضحه كتوضح الطريقه. المهم الطريقه راه سهله البنات، thank you.
هانتوما كيما كتشوفوا انا طويت البريوات، راه عندي واحد كنت ديجا طيبت واحد الكميه وباقي شي بريوات اخرين محطوطين. المهم هنا حطيتهم في هذا البلاطو باش نقربوا بالنسبه للقلي. درت واحد المقله درت فيها الزيت ديال المائده، درته سخون ومن بعد كيما كتشوفوا راه ديجا بديت كنقليه. المهم هانتوما كتشوفوا الورقه انا ما لصقتهاش بالدقيق، واحد وحدين لصقتهم بالدقيق ولكن ماشي الورقه كامله البنات، فلهذا ديك البلاصه اللي خاصها تلصق هي اللي كنحطها كما وريتكم، راه واضح عندكم في البدايه ديال هذا القلي، يعني البلاصه اللي خاصني نلصق فيها الورقه هذيك هي البلاصه اللي كنحطها في المقله هي الاولى هكا باش ما كتحلش ليا الورقه البنات. المهم هنا كنرشها بواحد شويه الزيت باش تنفخ ليا واحد شويه. مهم البنات المهم هنا كما كتشوفوا انا رشيت هاد البريوات كاملين، وهنا خاصنا نردوا البال باش ما تحرقش لينا الورقه، يعني الحشوه راه هي طيبه يعني خاصنا نحمروا الورقه والورقه في ساعتها تحمر ونحيدوا. كتشوفوا هنايا فين ما كنحيد الكميه اللي طابت كندير عليها الورق ديال المطبخ باش تشرب الزيت. هذه هي النتيجه، كنتمنى ان هذا الفيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم وكنشكركم بزاف بزاف، والى الملتقى ان شاء الله. ما تنساوش اللايك، اللي ماشي ابوني يدير ابوني.